مسرح الجنينة يشهد على هامش فعاليات مؤتمر تنمية وتطوير موارد الولايات الحدودية السودانية أمسية ثقافية. وزير الصحة عزيز محمد صالح يطلق أعمال حملة تبرع بالدم. النشرة الرئيسية من الفضائية أكادية، أهلا وسهلا بكم. غادر صباح اليوم فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو مدينة أبشة حاضرة إقليم والداي إلى مدينة الجنينة السودانية، وذلك من أجل المشاركة في اختتام أعمال مؤتمر تشاد سودان حول أمن وتنمية الحدود، حيث كان في ودعه لدى مغادرته مدينة أبشة عدد من المسؤولين بالمنطقة. هذا ولقد شارك فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بجانب نظيره السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير في اختتام أعمال مؤتمر الأمن بتشاد والسودان الذي احتضنته مدينة الجنينة. ولقد خرج مؤتمر الجنينة الذي شارك فيه الزعيمان السوداني والتشادي ببيان ختامي أكد فيه على ضرورة الحفاظ على السلام والأمن في المناطق الحدودية. نتابع جزء من هذا البيان الختامي قرأه سيد حامد ممتاز وكيل وزارة الخارجية ورئيس اللجنة التنظيمية، جزء من هذا البيان. ثالثا، المحور الاجتماعي والثقافي، مضاعفة الاهتمام بالمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة بما فيهم الفقراء والأرامل والعجزة، تبادل الخبرات في مجالات الزراعة والتنمية البشرية والاقتصادية، العمل على استقرار مجتمعات الرحل في المناطق الحدودية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية لأبنائهم، تبادل الخبرات في مجال التعليم العلمي العالي والبحث العلمي، دعم جهود البلدين لإعادة اللاجئين لمناطقهم وقراهم، محاربة تجارة المخدرات والظواهر السالبة في الولايات الحدودية، تجديد اتفاقية التعاون في مجال التعليم بين وزارة التربية والتعليم السودانية والتربية الوطنية التشادية، تكوين آلية مشتركة لتقييم مشروعات الخدمية التي قدمتها القوات المشتركة، تجديد بروتوكول إنشاء القنوات الفضائية المشتركة لدعم المشروع الثقافي الاجتماعي والإعلامي بين البلدين، توفير منح دراسية للطلاب السودانيين والتشاديين في الجامعات الولايات الحدودية بين البلدين، الاهتمام بالقضايا الفكرية المعاصرة والتصدي للانحرافات الفكرية والتطرف، معالجة الإشكالات الهجرية للطلاب الدارسين في جامعات البلدين. أصدر فخامة الرئيسان التوجيهات الآتية على وزيري النقل بالبلدين اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الوزارتين، على وزراء الزراعة بالبلدين دراسة وإعداد اتفاقيات ثنائية لإقامة مشاريع مشتركة في المجال الزراعي، على الوزارتين المختصتين اتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الصيد الجائر، قيام الوزارات المعنية الصحة الثقافة الشباب والرياضة في البلدين بتفعيل كافة الاتفاقيات الموقعة بينهما، على وزراء التجارة في البلدين متابعة تفعيل نقاط العبور ومناطق التبادل الحر المشترك وإبرام اتفاقيات التعاون الاقتصادي، على الجهات المختصة تكوين لجان لمتابعة إنفاذ هذه التوجيهات. في ختام أعمال المؤتمر عبر الرئيسان عن امتنانهما المتبادل بمتانة علاقات الأخوة والصداقة والتعاون وحسن الجوار التي تجسدت في عقدها لهذا المؤتمر كترجمة لإرادتهما في جعل المنطقة الحدودية تنعم بالاستقرار والسلام والأمن. عبر فخامة الرئيس إدريس ديبي إتنو عن امتنانه العميق لفخامة السيد الرئيس عمر حسن أحمد البشير ولحكومة وشعب السودان ومواطني مدينة الجنينة على الاستقبال الحافل والحفاوة التي حظي بها الوفد المرافق لفخامته. اتفق الطرفان على عقد المؤتمر بصورة دورية بالتناوب بينهما. ونبقى مع البيان الختامي لمؤتمر الأمن بين تشاد والسودان، حيث أكد البيان الختامي على ضرورة التبادل الاقتصادي والتجاري بين الحدود التشادية السودانية.
يبدو أن هذا الخبر لم يجهز بعد. أقيمت مساء أمس أمسية ثقافية بمسرح الجنينة على هامش أعمال مؤتمر أمن وتنمية وتطوير موارد المناطق الحدودية السودانية. التادية حضر الأمسية نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن ورئيس الوزراء بهيم بدكي ألبير وعدد من الوزراء وضباط الجيش لكلا البلدين. فاطمة أبو المعالي والتفاصيل هذه الأمسية. على هامش فعاليات مؤتمر التنمية وتطوير موارد الولايات الحدودية السودانية التشادية التي احتضنتها مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، أقيمت أمسية ثقافية كبرى بمسرح الجنينة، شرفها بالحضور نائب رئيس جمهورية السودان حسب محمد عبد الرحمن ورئيس الوزراء بهيم بتكي ألبير ووالي ولاية غرب دارفور فضل المولى الحجة والوزراء وضباط الجيش من البلدين. الأمسية الثقافية كانت حافلة بالرقصات الشعبية والأغاني الوطنية والتراثية التي جسدت عمق العلاقات بين البلدين منذ فجر التاريخ. ونذكر أن انعقاد مؤتمر الولايات الحدودية السودانية التشادية بالجنينة يعتبر ملتقى مهما لتبادل الأفكار والرؤى بين مسؤولي البلدين بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الاجتماعية الثقافية والتجارية التشادية السودانية. وبالعودة إلى البيان الختامي لمؤتمر أمن ما بين حدود التشادية السودانية، أكد البيان على ضرورة التبادل الاقتصادي والتجاري بين المناطق الحدودية. جزء من هذا البيان. البلدين بأن السلام والأمن والتنمية في الولايات الحدودية تشكل عاملا أساسيا لتحقيق التعايش السلمي لشعبيهما بصفة عامة وسكان المنطقة الحدودية بصفة خاصة. اطلع فخامة الرئيسان على نتائج هذا المؤتمر وقرر اعتماد التوصيات العامة التالية. أولا، محور التعاون الأمني والعسكري، تعزيز القوات المشتركة ودعمها لوجستيا وتمديد فروع عملها على طول الحدود المشتركة بين البلدين حتى إفريقيا الوسطى، تعزيز التعاون العدلي والشرطي والجمركي في الحدود المشتركة عبر لجان قضائية متخصصة لمكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة وجميع أشكال التجارة غير المشروعة شاملة الصيد الجائر، توعية المجتمعات المحلية على الحدود بين البلدين بأهمية عملية جمع السلاح في تحقيق السلم والأمن والاستقرار، وضع آلية مشتركة لمعالجة الإشكالات التي تحدث بين المزارعين والرعاة بإشراف الإدارات الأهلية، تعزيز دور السلطات المحلية لتوعية المجتمعات على الحدود بين البلدين خصوصا الشباب والنساء بمخاطر التجارة غير المشروعة للأسلحة والمخدرات والمؤثرات العقلية والجرائم العابرة للحدود، تنظيم مؤتمرات أمنية مشتركة في الجنينة وأبشي لتعزيز التعاون عبر الحدود، وضع استراتيجية مشتركة للتعريف بالمجتمعات المحلية والإقليمية بالأنشطة التي تقوم بها القوات المشتركة، مراجعة اتفاقية تبادل المجرمين الموقعة بين السودان وتشاد في 25 نوفمبر 1965، زيادة المكون الشرطي السوداني وإدراج مكون شرطي تشادي في القوات المشتركة للمساهمة في محاربة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، مراجعة واستكمال ترسيم الحدود السودانية التشادية بوضع علامات حدود واضحة وذلك بواسطة اللجنة الفنية المشتركة، إنشاء صندوق مشترك للتنمية وتطوير المناطق الحدودية بين البلدين، تأكيد أن القوات المشتركة هي المسؤولة عن محاربة وملاحقة العناصر المتفلتة وعلى القوات النظامية في البلدين تقديم المساعدة اللازمة وملء الفراغ والاستفادة من الوجود القبلي في ذلك، عقد مؤتمر حول التعايش السلمي
بين المجتمعات الحدودية بمشاركة قادة الإدارة الأهلية وبرعاية وزارتي الداخلية في البلدين، الإشادة بالدور الهام الذي تقوم به القوات المشتركة في تأمين المناطق الحدودية والتوصية بتوفير كافة المعينات التي تمكنها من أداء مهامها بالصورة المطلوبة، تعظيم دور قيادات الإدارة الأهلية في فض النزاعات وتسويتها وتوعية الشباب بمخاطر الإرهاب والانخراط في الجماعات المسلحة، الاهتمام بالتدريب المشترك لمنسوبي القوات المشتركة للضباط والرتب الأخرى من الجانبين. هي الجزئية من البيان الختامي المتعلقة بالحفاظ على الأمن والسلام بالمناطق الحدودية. ننتقل إلى الآن إلى الجزئية من البيان الختامي المتعلقة بضرورة التأكيد على التبادل التجاري والاقتصادي في المناطق الحدودية. ثانيا، المحور الاقتصادي التجاري والاستثماري. متابعة تنفيذ قرار السيد رئيس الجمهورية المتعلق بتسهيل عبور البضائع المتوجهة إلى تشاد، وذلك بناء على أحكام المرسوم رقم 526/2015 بتاريخ 9 أكتوبر 2015، العمل ببروتوكول تجارة الحدود بين البلدين وتشكيل لجنة مشتركة لتقييم والتمويل والتنفيذ والمتابعة وفتح فروع مصرفية لتسهيل التجارة والتمويل والتحويلات البنكية في الولايات الحدودية، استكمال الطرق البرية الرابطة بين البلدين، السعي لاستكمال مشروع السكة حديد بين البلدين، محاصرة ومحاربة التهريب بكل أشكاله، الإسراع في تنفيذ وافتتاح منطقتي الجنينة وادري الحريتين بما يتناسب وطبيعة المنطقة الحدودية المشتركة، تمكين الجانبين من تحقيق الأهداف المتعلقة بحماية المستهلك والاهتمام بالمواصفات القياسية وضبط الجودة للسلع والمنتجات، إنشاء وتفعيل المحطات الجمركية والمعابر ومواقع مكافحة التهريب بين البلدين وتبادل الخبرات، الاهتمام بالثروة الحيوانية وإنشاء أسواق لها في المنطقتين الحدودية ووضع آليات لمتابعتها وفتح معابر حدودية إضافية في كل من مدينتي الطينة وأم جرس، تفعيل وتنفيذ اتفاقيات التعاون الاقتصادية الموقعة بين البلدين وإعداد اتفاقيات أخرى تسهيل حركة التنقل لسكان المناطق الحدودية، السعي لإنشاء وحدات إنتاجية مشتركة للفواكه والخضروات لصالح النساء في المناطق الحدودية، إنشاء مشروعات المياه على طول ممرات الرحل، إحياء طريق الحجيج التشادي إلى مكة المكرمة، دعم وتطوير مبادرة المجتمعات المحلية الهادفة إلى خلق أنشطة ذات عائد اقتصادي على الحدود بين البلدين، دعم إنشاء شراكات اقتصادية بين البلدين، خلق آلية لمراقبة الأنشطة غير القانونية في الطريق بين البلدين، إنشاء لجنة متابعة لتنفيذ توصيات المؤتمر والاتفاقيات الموقعة بين البلدين. ترأس وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للكفاح ضد مرض الملاريا. حليمة السعدية يعقوب وتفاصيل هذا اليوم. يصادف تاريخ 25 أبريل من كل عام اليوم العالمي للنضال ضد مكافحة الملاريا، ولأهمية هذا اليوم نظمت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للبرنامج الوطني ضد مكافحة الملاريا. في كلمته بهذه المناسبة، نائب منسق البرنامج الوطني ضد مكافحة الملاريا محمد صالح إسحاق موضحا بأن البرنامج الوطني قد أنجز الكثير من الأعمال المتمثلة في نشاطات الحملات التوعوية وتوزيع الناموسيات في مختلف الأقاليم التشادية. ممثلة منظمة الأمم المتحدة للبرنامج الوطني ضد مكافحة الملاريا أشارت بأن دور هذا اليوم تزامنا مع الذكرى 11 من بداية الاحتفال بهذا اليوم، طالبت من المشاركين في هذا الاحتفال للاستئمال الذاتي للناموسيات. وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح قال أن مرض الملاريا هو مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أن مكافحة الملاريا تحتاج إلى دعم موحد بين مختلف الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، مفيدين من مرض الملاريا لا يمكن إحصاؤها، وذلك بسبب عدم وصول المرضى إلى المستشفى. وفي نهاية المناسبة تم توزيع الناموسيات لأمهات الأطفال والنساء الحوامل من قبل وزارة الصحة العامة.
وفي الصحة أيضا أطلق وزير الصحة العامة عزيز محمد صالح ممثلا لرئيس الوزراء أطلق الحملة الوطنية لمتطوعي التبرع بالدم بحضور ممثل وزيرة المرأة والأسرة التضامن الوطني وممثل عمدة بلدية أنجمين عائشة دوكي والمزيد. إنه من الجميل أن يمنح الإنسان ما يعتبره ثمينا للآخرين دون انتظار مقابل، فالعمل التطوعي يعد خطوة إنسانية نبيلة تميز من شخص لآخر بزرع فعل جميل لشخص ما. إنها مناسبة انطلاقة الحملة الوطنية لمتطوعي التبرع بالدم التي نظمتها وزارة الصحة العامة تحت رعاية معالي رئيس الوزراء بشعار أن تعطي دما يعني إنقاذ حياة. هذه السانحة كانت فرصة للمدير العام لمركز التبرع بالدم بأن يشيد بجهود الحكومة وشركائها في الرقي بالقطاع الصحي، وأن عملية التبرع بالدم يساعد في نمو كريات الدم. القدوة ليست في المسؤولية فقط، بل تكون أحيانا بمبادرات إنسانية ووطنية في المقام الأول. جينا نوصف لكل التشاهدين عشان تبرع الدم هو يساعد كل التشاهدين، والدم هو الروح ونطلب منهم كل واحد خليه يساعدنا في هذا الحملة بالخاص في الحوادث والولودة. المشاركة في مثل هذه الحملات التوعوية لدليل قاطع كأنك أنقذت حياة. عقد القائد العام للقوات المشتركة لمكافحة الإرهاب بلجنة حوض بحيرة شات مؤتمرا صحفيا حول الإنجازات التي حققتها القوة المشتركة خلال تواجدها بالبحيرة بحضور عدد من القادة العسكريين والشركاء المعنيين في مكافحة الإرهاب بالمنطقة. آدم حنفي وتفاصيل. في إطار نشاطاتها الأمنية المألوفة، نظمت القيادة العامة للقوات المشتركة لمكافحة الإرهاب بلجنة حوض بحيرة شاد مؤتمرا صحفيا يتعلق بتنظيم البنود الأمنية التي تسعى إليها القوة المشتركة بمختلف الأساليب التي تستخدمها عند ملاحقة المتطرفين من جماعة بوكو حرام الإرهابية، حيث جاء هذا المؤتمر تحت عنوان الكلمات الخاصة به وهي أمن فقط، كلمة يهدف بها المؤتمرون ببسط الأمن والسلام في منطقة حوض بحيرة شاد. الغائد العام للقوات المشتركة لمكافحة الإرهاب بلجنة حوض بحيرة شاد اللواء لوكي إيرابور أثناء حديثه قال إن القوة قد أحرزت نصرا بارزا على عدوانها جماعة بوكو حرام المتطرفة، وذلك بشتى المناطق التابعة لها في كل من شاد ودولة نيجيريا الفيدرالية والكاميرون والنيجر. كما شهد المؤتمر عرض فيديو يوضح بعض من الإنجازات التي حققتها القوة المشتركة في ردع بوكو حرام. مؤتمر شهد عدة مداخلات بأسئلة واستفسارات من قبل الصحفيين وآخرون مختصون بقضايا أخرى، كممثلي منظمة الأمم المتحدة لرعاية الأمم والطفولة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وكذا الاتحاد الأفريقي. ويشار إلى أن هذا المؤتمر ستنظمه القوة المشتركة لمكافحة الإرهاب بحوض بحيرة شاد بعد كل فترة من الزمن. مؤسسة القلب الكبير أنهت القافلة الطبية التابعة لهذه المؤسسة بمدينة وداي أعمالها، حيث قدم دكتور محمد صالح حديثا صحفيا تطرق فيه إلى أهم النشاطات التي قامت بها القافلة الطبية هناك. جزء من حديثه. الحصيلة النهائية لهذه القافلة تجاوز 24,200 مريض ومريضة تلقوا العلاج خلال هذه الفترة. يعني بحمد الله وتوفيقه نستطيع أن نقول إنه هذه القافلة ناجحة 200%، وبالتالي إذا أردنا أن نقول إنه في مجالات التي احتوتها هذه القافلة احتوت عدة تخصصات طبية من بينها تخصص الباطنية. يعني عندنا في مجال الباطنية حوالي 4038 مريض ومريضة تلقوا العلاج هذا في مجال الأمراض الباطنية. أما في مجال الأطفال فهناك حوالي 6,700 مريض ومريضة، في مجال أمراض العظام حوالي 1,320 مريض، في الأنف والأذن والحنجرة حوالي 1,570 مريضا، في مجال طب الأسنان حوالي 2,712 مريض، أما في أمراض الجلدية فحوالي 2,139 مريض، في أمراض المسالك البولية هناك حوالي 995 مريض ومريضة تلقوا العلاج. أستطيع أن أقول أنه هناك عدة مداخلات أو تدخلات جراحية أجريت في خلال هذه القافلة. عدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها في هذه القافلة حوالي
375 عملية جراحية. هذه العملية معظمها تركزت على أمراض العيون، يعني في مجال العيون حوالي 187 عملية جراحية في مجال العيون. أما الجراحات الأخرى فتركزت في مجال الجراحة العامة وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية. وبهذه الحصيلة أستطيع أن أقول إنه هذه القافلة أنجزت اللي هو المهام حقها، وبالتالي أشكر كل الطاقم الطبي المحلي الذي ساعدت الفريق الطبي المصري على إنجاز هذه المهمة، وأيضا أتوجه بالشكر إلى كل المسؤولين الإداريين والتنفيذيين في هذه الولاية على حسن تعاونهم وحسن تعاملهم معنا لإنجاز هذه القافلة. صدرت مؤخرا قوات أمن ودفاع الموجودة مجموعة من الأسلحة غير مرخصة من المدنيين بإقليم سيلة. ديجا محمد. مكنت قوات الدرك الوطني على مجموعة من الأسلحة والذخائر الحية على أيدي بعض من المدنيين، وذلك إثر حملة قامت بها قوات الدفاع والأمن بهدف تجميع الأسلحة الغير المرخصة من أيدي المواطنين، وذلك نسبة لأن إقليم سيلة تجاور المناطق الحدودية لدارفور، وأن الأحداث التي مرت بها دارفور ساعدت على انتشار أسلحة متنوعة في هذه المناطق. وأثناء العرض قام الأمين الإقليمي لسيلة مامادو غانا بوكر بالثناء على قوات الدفاع والأمن وتمكنهم من مصادرة هذه الأسلحة من المدنيين. أما القائد العام النائب للمنطقة العسكرية رقم 22 بسيلة العقيد أحمد حسن الخالي أكد بأن هذه الحملة تستمر في كافة مناطق الإقليم وجمع كل ما بحوزة المدنيين من أسلحة، وناشد كافة السلطات الإدارية والمدنية بمساعدة رجال الأمن في تلك الحملة. وزير التدريب المهني آدم دنجاي ناكور قدم حديثا صحفيا بمكتبه حول مشاركته في أعمال الملتقى الشباب الأفريقي بالعاصمة تونس. جزء من حديثه. شاركنا في الفورم ده بالاسم هنا الجاب. الفورم ده بخصوص خاصة كيف الشباب هنا الكونتينا افريكي نشوف الكمبيتانس نعم بزاد زيادة، وخاصة في النوفل تكنولوجي الالير نيميريك ديزون التكنولوجي والبلد ذاتك بلد داير له امكانيات ناحية التكنولوجي. التكنولوجيا هسه في العالم كله شيء جديد وفي الوقت جاء، ولازم البلدان الأفريقيين بلموا بشاور فوق، وشيء ده بيجي ببارتنارية هنا المينستر دي فورماسيون بروفيسيونيل اي امبلوا هنا التونس وكوميسيون هنا الانيو افريكان وبلدان كتير لهم. ناخشنا 3 أيام وكيف للشباب لازم في النوفو كونتينتال الديريجان بوليتيك بالسجوم، وهو الريزلتا اللي جينا الحمد لله الريزلتا هو ريزلتا أديب. قدمت السفارة الصينية لدى البلاد قدمت منحا دراسية للمتفوقين من الطلاب بجامعة أنجمينا بحضور سفير دولة الصين الشعبية ورئيس جامعة أنجمينا البروفيسور محمد بركة. فاطمة الأحمر. التعليم هو باعتباره الاستثمار الأوحد والأكمل الذي يمكن الدول من بناء مجتمعات مزدهرة وكذا تحقيق تنمية مستدامة طالما تجعله الحكومة من أولوياتها. لذا تأبت جامعة أنجمينا كعادتها في تطوير قطاع التعليم والبحث والتكوين المهني بمختلف أسسه ونظمه، وذلك بدعم من مختلف الشركاء والمانحين في هذا القطاع، الأمر الذي أدى بالسفارة الصينية لدى البلاد بتقديم منح دراسية للمتفوقين لطلاب جامعة أنجمينا، وذلك في دورتها الثالثة. سفير دولة الصين الشعبية لدى البلاد أشار إلى مدى تقدم العلاقات بين دولة الصين مع البلاد خلال السنوات الأخيرة، وأن هذه المنح تسهم بلا شك في تحقيق نوعية جديدة في قطاع التعليم،
بدوره رئيس جامعة أنجم مينا البروفيسور محمد بركة عبر عن امتنانه لسفارة الصين الشعبية لدى البلاد على هذه البادرة التي قاموا بها، وأن هذا المبلغ الممنوح يعتبر دعما قيما للجامعة ويرفع من مستوى الطلاب المتفوقين. وللتذكير فإن القيمة المالية للمنح التي قدمت من قبل السفارة الصينية إلى جامعة أنجم مينا تقدر بنحو 12 مليونا من الفرنكات الأفريقية. اختتمت فعاليات أسبوع الصحافة وتحدياتها المنظم من قبل تحالف أرباب الصحف التشادية. حضر حفل الاختتام الأمين العام بوزارة الإعلام أشتى صالح دمان ممثلة لوزيرة الإعلام خليل حسن صالح. الصحافة التشادية تعاني من أمراض جمع مما جعلها تخفق كثيرا في أداء واجبها وتوصيل رسالتها بأكمل وجه لتغطي كافة مكونات المجتمع، الأمر الذي جعل أرباب وقيادات الصحف التشادية يفكرون في إزالة هذه العقبات عبر أسبوع الصحافة وتحدياتها الذي توج حفل ختامه بمقترحات وتوصيات يأمل منها المؤتمرون تغيير الوضع وتحسين الصحافة التشادية. إلى الحكومة إعفاء الصحافة من الضرائب وإبرام وتطبيق اتفاقية فلورنسا وبروتوكول نيروبي، تعزيز وتقديم الدعم المباشر وغير المباشر للصحافة، تكوين إطار نظامي من أجل ازدهار الصحافة الرقمية، تكوين إطار شراكة بين وزارة الإعلام والمؤسسات الصحفية المحلية لصالح الطلاب الشباب بهدف توفير تدريب عملي في مجال الإعلام. رئيس التحالف ألاندوم جيدا أثنى على العمل الدؤوب الذي قام به الصحفيون خلال يومين، مؤكدا أن التحالف يتعهد بتنظيم هذا الأسبوع سنويا، مطالبا أن تكون وعود رئيس الجمهورية للصحفيين واقعا ملموسا. أما الأمينة العامة لوزارة الإعلام أشتى صالح دمان أشادت بجهود التحالف التي نتجت عنها هذه الثمار، وقالت إن بلادنا بحاجة ماسة لصحافة مهنية قوية تلتزم بأخلاقيات المهنة وتقوم بتوعية المجتمع للتفكير فيما هو أفضل. نظمت رابطة صحفيين تشاديين الناطقين بالعربية ندوة تحت عنوان مواقع التواصل الاجتماعي بين الاستخدام السلبي والإيجابي. آدم حنفي. شبكات التواصل الاجتماعي دور بارز في العصر المعلوماتي والتكنولوجيا الحديثة. جاءت هذه المحاضرة التي نظمتها رابطة الصحفيين التشاديين الناطقين بالعربية بالتنسيق مع قسم الإعلام بجامعة الملك فيصل، وذلك تحت موضوع مواقع التواصل الاجتماعي بين الاستخدام السلبي والإيجابي. تساعد في التجارة الإلكترونية وما إلى ذلك. أما السلبيات مثلا انتحال الشخصية، مثلا إظهار الإشاعات وما إلى ذلك. فبمعرفة السلبيات أننا نقدر نحذر الناس من السلبيات، وبمعرفة الإيجابيات يعرفوا الأشياء الموجودة في الوسائل حتى يستخدموها بطريقة مثلى. ويظهر جليا بأن الإنترنت جعلت العالم كقرية واحدة من حيث تلقي المعلومات والأخبار اليومية. مدى استخدامها في العالم، يعني العالم حاليا بأي إحصائيات بيستخدم وسائل التواصل الاجتماعي، مجالات استخدامها في التعليم، في المجالات الشخصية وما إلى ذلك. علما أن المحاضرة لفتت انتباه الحاضرين، مما جعل مداخلاتهم واستفساراتهم كامنة في كيفية تجنب المخاطر والابتعاد عن سلبيات الشبكات التواصل الاجتماعي حتى يكون الاستخدام بطريقة أفضل ومفيدة. ستنطلق في 27 من أبريل الجاري أعمال صالون الثقافة والحرف اليدوية في دورته الأولى. هذا الصالون منظم من قبل السفارة الفرنسية لدى البلاد بالتعاون مع سنوية القلب المقدس. حسن جدا. إن انعقاد هذا المؤتمر الصحفي جاء تمهيدا لصالون التوجيه والحرف الذي ستنظمه السفارة الفرنسية بالبلاد بالتعاون مع ثانوية القلب المقدس في الفترة من 27 من أبريل وحتى 28 منه. وخلال المؤتمر استعرض المؤتمران كل ألاهيدة أهداف الصالون وكذا الأنشطة التي تقام خلال فترة تنظيمه، حيث تتمثل في لقاءات توعوية مع المهنيين وحلقات نقاش وغيرها. وعلى حسب ممثل السفارة الفرنسية بالبلاد إن اختيار ثانوية
جمهورية القلب المقدس جاء نتيجة للأنشطة التي تقيمها هذه المؤسسة كل عام، وأن الهدف من هذا الصالون هو تشجيع التلاميذ وتنمية مهاراتهم وقدراتهم منذ مرحلة الأساس من أجل صنع شباب قادر يستفاد منه في سوق الأمل. شهدت القرية السياحية بمدينة أم جرس لقاء جماهيريا لمناضلي ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ بحضور الأمين العام لإقليم إنيدي شرق حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل. هارون أبادة. الورشة التدريبية النقاط الستة التي دار حولها المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة، وقد جمعت الورشة الإداريين ورجال الأمن والدفاع والشيوخ التقليديين. وقد افتتح عمل الملتقى الأمين العام للمجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ لإقليم إنيدي الشرق حسين عبد الله كاري، الذي دعا المشاركين إلى متابعة محاور الورشة عن كثب من أجل الاستفادة من النقاش وبلورة المعلومات التي ستعرض إلى المواطنين، بحيث أن المشاركين هم بمثابة قادة الرأي في مناطقهم. وبعد ذلك تحدث كل من وردجو محمد أريمي وإدريس محمد وزينب برداي، حيث شرحوا كل النقاط بشكل مستفاض. وهذه النقاط هي شكل الدولة، وهي دولة موحدة تحت نظام لا مركزية، ويتوقع إلغاء نظام رئاسة الوزراء بالإضافة إلى نظام البرلمان وشروط الترشح لشغل مقعدا بالجمعية الوطنية وعدد النواب ومواصفاتهم، وأيضا إصلاح وتعديل المؤسسات العليا للجمهورية، إلغاء بعضها ودمج البعض في البعض الآخر كما شرح المحاضرون موضوع إصلاح الجهاز القضائي من أجل تعزيز دولة القانون وإرساء دعائم الحكم الديمقراطي والإدارة النزيهة وتقوية المشيخة التقليدية وتطوير المرأة والشباب. وقد طرح بعض الحضور أسئلة واستفسارات رد عليها المحاضرون بكل وضوح. وأخيرا نوه الأمين العام الإقليمي للMPS بإقليم إنيدي الشرق بأهمية الجمهورية الرابعة، والتي ستضمن للجميع نفس الحقوق وتضع معايير الواجبات، وهنأ الشيوخ التقليديين على الثقة التي وضعها رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو على شرفهم اعترافا منه بالدور الاجتماعي الذي يلعبونه. ومن ناحية أخرى دعاهم إلى ضرورة القيام بحملات توعية لصالح مجتمعات. هذا ولقد رأس الأمين الإقليمي بإقليم إنيدي شرق أعمال الورشة التدريبية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل. هارون أبادة. قدموا من مختلف أنحاء إقليم إنيدي شرق ويحتشدوا هنا في القرية السياحية بمدينة أم جرس، وذلك تلبية لدعوة المجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ لإقليم إنيدي شرق، بهدف نشر الوعي لسكان الإقليم حول القرارات والتوصيات التي تمخضت عن المنتدى الوطني الشامل لإصلاح مؤسسات الدولة، الذي جرت عمله في الفترة من 19 حتى 27 من شهر مارس الماضي، والجمهورية الرابعة التي سترى النور في المرحلة ما بعد المنتدى. وأن هذه الإجراءات رفيعة المستوى لم تأتي بالصدفة، وإنما هي خطوات عملية جادة للتنفيذ الفعلي للبرنامج السياسي للرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو، الذي أعلنه إبان الحملة الدعائية للانتخابات الرئاسية في شهر أبريل من العام 2016. وقد استهل هذا اللقاء الجماهيري بكلمة ترحيبية قدمها عمدة بلدية أم جرس عبود هاشم بدير، الذي أعرب عن عميق امتنانه للوفود المشاركة والتي أعطت المدينة لونا بهيجا ومتميزا. أما رئيس اللجنة المنظمة حامد محمد كوا فقد شكر الحضور على تكبدهم المشاق، وأن انعقاد المنتدى هو نتيجة لعمل جماعي وتنفيذا لوعود رئيس الجمهورية الذي يطمح إلى بناء تشاد حديثة وجعلها في ركب الدول المتقدمة. وعقب ذلك توالت المداخلات وكلها ركزت على توصيل رسالة رئيس الجمهورية التي تحتوي على عدة قرارات، أهمها إزالة كافة أنواع التمييز الطبقي والعرقي وبسط العدالة الاجتماعية والحفاظ على تكامل الأراضي الوطنية وعدم المساومة تحت أي ظرف على حساب أمن وسلامة التشاديين وتحقيق الوحدة الوطنية. الجمهورية الرابعة ستمنح المرأة مكانة مرموقة وفرصا لا محدودة لتمكينها من المشاركة في اتخاذ القرار، هذا ما أكدته حواء مصطفى، وشددت على ضرورة الحد من العادات السيئة التي تمارس ضد المرأة والبنت، بالإضافة إلى أهمية تعليم الفتيات، وأن هذه المسائل من القضايا التي تناضل من أجلها السيدة الأولى هند ديبي إتنو، وذلك من أجل رفاهية المرأة الشادية.
كما أوصى المنتدى الوطني الشامل بضرورة ترقية الشباب وتعيينهم في مراكز صنع القرار حسب الكفاءات، وذلك حسب تصريحات ممثل الشباب حاضر أرجا تدي الذي دعا شباب إقليم إنيدي الشرق إلى تحمل المسؤولية ومساندة الرئيس المؤسس للحركة الوطنية للإنقاذ رئيس الجمهورية رأس الدولة إدريس ديبي إتنو. رئيس الدولة قال شنو إدريس ديبي؟ الشباب ده هستون عراك وراء كاترة رفليك ده الكاترة ده شنو؟ الكاترة رفليك ده الهسل زمان سولينا هسل إجم جاي ده ده جديد رجوع حقنا على إنيدي إست ده الشباب ده كمان قام وعدين ده ناس كتير قاعدين نجوا وناس ما في يرودا الليلة الشباب حصلت شملة كل مكوجه الناس ما فينا مرة ومن وين. الكلمة الأخيرة كانت للأمين العام للمجلس الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ دكتور حسين عبد الله كاري الذي شرح أهم النقاط التي خرج بها المنتدون والمتمثلة في شكل الدولة وإصلاحات المؤسسات العليا للجمهورية ونظام البرلمان وإدارة الحكم المحلي وإصلاح الجهاز القضائي ورفع الشأن السلطة التقليدية لتلعب دورا محوريا في حلحلة القضايا في الوسط المجتمعي. كما دعا مناضلو ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ إلى التمسك بأيديولوجية الحزب والدفاع عنها. رئيسنا إدريس ديبي إتنو شاف إنه التنمية الهوبة كان لدورة يلحق فوق الدولة لسه، وعشان يوصل المكان ده لازم يكون في تغيير شامل. توج هذا اللقاء الجماهيري بمسيرة تعبر عن تأييد سكان إنيدي الشرق لقرارات المنتدى الوطني الشامل، كما أن هذه المسيرة هي مؤشر قوي يوحي بمدى إدراك المواطنين التشاديين الذين يعيشون بهذه المنطقة بما تحمله سفينة الجمهورية الرابعة من تغييرات وإصلاحات من شأنها التنمية الشاملة والمستدامة في جميع المجالات من أجل تحسين شروط الحياة وضمان مستقبل آمن ومزدهر للأجيال القادمة. قامت خلية الأفاق الجديدة بزيارة إلى إقليم بحر غزال بهدف توعية الشباب حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل بحضور الشيوخ التقليديين والمسؤولين الإداريين بالمنطقة. آدم محمد شرف الدين. إن خلية الأفاق الجديدة تقوم بحملتها التوعوية والإعلامية بإقليم بحر الغزالة، وذلك ضمن نشاطاتها التوعوية في سوء استغلال واستخدام شبكة قنوات التواصل الاجتماعي في وسط الشباب، إضافة إلى توضيح مخرجات المنتدى الوطني الشامل حول إصلاح مؤسسات الدولة والتي تولدت منها الجمهورية الرابعة. وعلى هذا الأساس فقد تحدث رئيس البعثة عبد السلام محمد حجار عن دور المسؤولين والإداريين والشيوخ التقليديين في توعية الشباب وحثهم على التعايش السلمي بين أبناء الإقليم، وأن هذا يسهل النظام السياسي لجمهورية الرابعة. فيما تحدث المنسق العام عبد الرحمن شرومع الذي طلب من الشباب توحيد الكلمة ومساعدة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو من أجل تكوين كيان موحد وقوي لكل أبناء البلاد، وطلب عيدا من الشيوخ التقليديين للقيام بمسؤوليتهم والاهتمام بالجمهورية الرابعة ومواجهة التحديات القادمة. أما الكلمة الختامية ألقاها رئيس المجلس الإقليمي لشباب بحر الغزالة أحمد جدي، قال إن تدريب الشباب وتكوينهم التامة للوصول إلى أفكار بناءة وكيفية استخدام شبكات التواصل الاجتماعي بطريقة أفضل هو ما تسعى إليه الخلية. قام الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ بتبستي بحملة توعوية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل لصالح سكان مدينتي زوار وبرداي بحضور العديد من المناضلين ومناضلات الحركة الوطنية للإنقاذ. محمد السليك وقراءة خليل حسن صالح. عقب اللقاءات الموسعة التي عقدها مؤخرا رئيس الجمهورية مؤسس الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إتنو مع رؤساء الأحزاب المتحالفة وأعضاء جمعيات المجتمع المدني بقصر 15 من يناير بالعاصمة أنجمينا، وتحقيقا لأهداف الحزب فإن مناضلي حزب الحركة الوطنية للإنقاذ بإقليم تيبستي أقاموا حملة توعوية لسكان المنطقة حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل الذي عقد في نهاية مارس الماضي. هذه الحملة قادها الأمين الإقليمي لحزب الحركة الوطنية للإنقاذ بتيبستي غالماي سيدي جيرا، وذلك في الفترة من 15 وحتى 21 من أبريل الجاري. ففي مدينتي زوار وبرداي قدم الأمين الإقليمي للحركة الوطنية للإنقاذ رسالته التوعوية حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل متناولا إصلاح الدولة وإعادة هيكلة المؤسسات الكبرى للجمهورية
وإعادة هيكلة المؤسسات الكبرى للجمهورية والإصلاح القضائي والنهوض بالمرأة والشباب. وفي الوقت ذاته ناشد غالماي سكان هذه المناطق على مساندة رئيس الجمهورية من أجل تطبيق الجمهورية الرابعة، مشيرا إلى أن الملتقى الوطني الشامل للإصلاح المؤسساتي قد شمل جميع فئات وطبقات المجتمع التشادي. الأمين العام لمنسقية جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن حقوق الإنسان قدم حديثا صحفيا تطرق فيه إلى مخرجات الملتقى الوطني الشامل، جزء من هذا الحديث. يوم لمينا في الفرن، تعرف الشغل ده هستوري ده تاريخ، التاريخ ده لما المسائل كله كهنكات وأنينا كلنا كي خسرنا يكون الملك ده يكون رئاسية ده في شنو ده بنتي لنا للمملة أنا الملك. يوم الناقشين ده شغل ناقشين ده كله كوادي شغل كي بيتلف فوق كي ما في يعطوا كله أدين ده في قلب ده مرقة أدين واقفين دايما ما جات واقفين دايما جنبالنا يمشي آفي وما دايرين فوق البرجات. قام وفد من حزب النصر بقيادة الأمين العام لحزب النصر بزيارة إلى مدينة مانغو بهدف تقديم التوعية اللازمة حول مخرجات الملتقى الوطني الشامل. ياسر محمد أحمد. وسط حشد كبير من مناضلي ومناضلات الحزب بمدينة مانغو حاضرة إقليم جيرا، استقبل وفد حزب النصر الذي يقوده الأمين العام للحزب محمد صالح، وذلك بهدف إطلاء سكان مدينة مانغو بمخرجات المنتدى الوطني الشامل والجمهورية الرابعة ومساندة رئيس الجمهورية في سياسته الرامية إلى الرقي والتقدم. قدم كلمة الافتتاح عبد الوهاب محمد حيث رحب بالوفد القادم وأثنى على جميع أعضاء الحزب ووقوفهم الدائم في مساندة رجل النهضة في سياساته. من جانبه الأمين العام للحزب محمد صالح قدم شكره لجميع السكان الذين خرجوا في استقباله بحفاوة بالغة، وقام بشرح أبعاد مخرجات المنتدى الوطني الشامل وتفهيم المواطنين بتوصيات المؤتمر. وفي نهاية المناسبة تم تنصيب أعضاء المكتب الجديد للحزب بمدينة مانغو حاضرة إقليم جيراء. ترأس محافظ مقاطعة بركو حسين حامد حفل تدشين سدود زراعية لزراعة الفواكه والخضروات بإقليم بركو. تم بناء هذه السدود من قبل بلدية فدا بالتعاون مع الوكالة الوطنية للتنمية الريفية. منى حسن سكايا. تعتبر الزراعة من المصادر الأساسية لتأمين الغذاء والقضاء على المجاعة، ومن هذا المنطلق جاءت حفل تدشين سدود الزراعية لزراعة الفواكه والبقوليات والقدروات بإقليم بركو، والذي تم بناؤه من قبل بلدية مدينة فيا وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للتنمية الريفية أنادير لإقليمي بركو وتبستي. محمد عبد الله قلمي قدم شكره لبلدية فيا مرحبا بالمبادرة القيمة لسكان المنطقة بشكل عام وللمنتجين الزراعيين بصفة خاصة، وأكد بأن هذه أنشطة موسمية يساعد المنتجين في الحصول على بعض الخضروات والاستفادة منها. عمدة بلدية فيا هرنجي أبكر في خطابه أكد بأن المساحة تم تحديدها لسكان مدينة فيا واستقلالها زراعيا. في كلمته محافظ مقاطعة بركو حسين حامد لوني قال بأن هذا الإنجاز هي خطوة إنسانية تدخل في التنمية الريفية والبرنامج السياسي لخماسية رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الرامية إلى التنمية الريفية. كما انتهت المناسبة بزيارة ميدانية إلى مواقع الحقول لزراعة الخضروات، واستمع المحافظ إلى الشروحات المفصلة من قبل فني الزراعة. ونختم نشرة بقراءة لهذه المراسيم الرئاسية التي وصلتنا للتو. رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي، مرسوم رقم 978، تعيين ملحق عسكري بسفارة تشاد لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أديس أبابا.
باقتراح مشترك من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلفة بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب. المادة الأولى عين العقيد طاهر جوكيني أحمد ملحقا عسكريا بسفارة جمهورية تشاد لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية أديس أبابا خلفا للعقيد محمد عزام الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى. المادة الثانية يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم رقم 570 الصادر بتاريخ 23 من أبريل 2012. المادة الثالثة على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي والوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه تنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 23 من أبريل 2018 التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. رئاسة الجمهورية رئاسة الوزراء وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي استدعاء القنصل العام لجمهورية تشاد بميدوغري جمهورية نيجيريا الاتحادية. المادة الأولى باقتراح من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي. المادة الأولى استدعي السيد شوادينغ فيكتور القنصل العام لجمهورية تشاد بجمهورية نيجيريا الاتحادية مقيم في ميدوغري. المادة الثانية يستفيد المعني من جميع الحقوق المنصوص عليها في المرسوم رقم 570 الصادر بتاريخ 23 من أبريل 2012. المادة الثالثة على كل من وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتعاون الدولي ووزير المالية والميزانية كل حسب اختصاصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي يدخل حيز التنفيذ يسري مفعوله ابتداء من تاريخ التوقيع عليه يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية أنجمينا 23 من أبريل 2018 التوقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. كما نلفت عناية السادة المشاهدين بأن النشرة الإخبارية بالدارجية ستأتيكم في تمام الساعة 9:45. هكذا مشاهدينا ننهي النشرة الرئيسية لهذا المساء. شكرا على حسن المتابعة. إلى اللقاء.